بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في درسنا اليوم المتعلق بالاجتماعيات. درسنا هو درس التاريخ، أكتشف ماضيا بعيدا بواسطة الوثيقة المكتوبة. نستهل درسنا بتحديد أهداف الدرس التي من المنتظر أن تحققها في نهايته إن شاء الله. الهدف الأول وتتعرف على معنى الوثيقة المكتوبة، ثم الهدف الثاني مرتبط بكيفية استخدام الوثيقة المكتوبة للحصول على معلومات تاريخية، أما الهدف الثالث فيتعلق باستخلاص أهمية الوثيقة المكتوبة في دراسة التاريخ. إذن لنتهيأ الآن لتعلم المعارف المرتبطة. كما تلاحظ عزيزي أمامك وثائق، وهي عبارة عن نسخة موجزة من رسم الولادة وشهادة مدرسية وشهادة للملكية. إذن هذه الوثائق كما تعلمت في دروس سابقة خصوصا في السنة الفارطة أن هذه هي وثائق تخص مثلا حياة خاصة بإنسان ما، مثلا نسخة موجزة نرسل من الولادة تؤرخ لولادة هذه الأشخاص، ذلك شهادة مدرسية فهي تؤرخ لتمدرس متعلم ما، شهادة الملكية كذلك تؤرخ لزمن امتلاك شقة أو شيء من هذا القبيل، وكذلك نوع الممتلك. إذن هذه الوثائق نوظفها في حياتنا الشخصية، ولها فائدة كبيرة من أجل التعامل، أولا من أجل التعرف على تمكين الآخرين من التعرف على مجموعة من المعلومات، وكذلك تفيدنا في قضاء مجموعة من الأغراض. لكن اليوم سنتعرف على نوع آخر من الوثائق التاريخية. إذن هذا نموذج للوثائق التاريخية المكتوبة، هذه توجد على يمين الشاشة، هي نسخة لرسالة سلطانية أصلية. هذه النسخة هي نسخة لرسالة أرسلها السلطان الحسن الأول، وهي وثيقة أصلية. أما على اليسار فتقريبا نفس الوثيقة، أخذنا منها مقتطفا، أخذ منها مقتطف. كما تعلمون أن صاحب هذه الوثيقة هو السلطان الحسن الأول، هو الحسن بن محمد سلطان المغربي علوي، امتد حكمه من سنة 1290 هجرية الموافق ل 1873 ميلادية إلى 1811 هجرية الموافق ل 1894 ميلادية، وهو جد السلطان محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو أبو حسن الثاني، كذلك وجد الملك محمد السادس. إذن هذه الوثيقة تبين لنا مقتطفا من الرسالة التي وجه السلطان الحسن الأول إلى عامله بإحدى مدن المغرب. إذا تمعنا في الوثيقة فإننا سنجد أن لها موضوعا، أولا تحدث على موضوع مهم، فقد بلغ لعلمنا، سأقرأ الوثيقة، فقد بلغ لعلمنا أن المدينة تكاثرت بالأزبال، وكان المحتسب، والمحتسب هو المسؤول عن النظافة، يعتذر عن ذلك بقلة المدخول المعين له، فهو اعتذر عن القيام بهذه المهمة بسبب قلة المدخول المعين له من أجل قضاء هذا الأغراض،
وقد أمرنا بزيادة الثلث فيما يعطى لأجله. هذا فيه هذه الرسالة أمر ملكي، أمر السلطان، أمر سلطاني بزيادة الثلث فيما يعطى لأجله، يعني سيتم زيادة ثلث المبلغ الذي يعطى لأجل هذا العمل، ستتم الإضافة الثلث فيه، فنأمرك أن تشد عضده على ذلك والسلام. إذن هذا أمر ملك انطلاقا من هذه الرسالة لحل هذا المشكل الذي تثيره هذه الرسالة. هذه الرسالة تعود في تاريخها، نحدد تاريخها، فهي كتبت في 15 رجب عام 1311 هجرية، يقابله بالميلادي 1894 ميلادية. إذن هذا المقتطف أخذ من كتاب العز والصولة لمؤلفه عبد الرحمن بن زيدان، جزء 11 146. إذن هذا المقتطف موجود في هذه الرسالة، يعني تم أخذه من هذا المؤلف. إذن كما اتضح لنا الآن أن هذه الوثيقة هي وثيقة مكتوبة تؤرخ لحدث ما، وهو حدث امتناع المحتسب أو المسؤول عن النظافة واعتذاره عن القيام بعمله بسبب قلة المدخول الذي عين لهذه المهمة، وتؤرخ للأمر السلطاني الموجه للعامل من أجل زيادة المبلغ. إذن تلاحظون هنا تتجلى أهمية هذه الوثيقة. إذن انطلاقا من دراستنا لهذه الوثيقة يمكن أن نستخلص ما يلي: الوثيقة المكتوبة هي وثيقة تاريخية أصلية أو منقولة خطيا أو مطبوعة. هذه هي الوثيقة المكتوبة، تتجلى أهميتها أو تفيد في دراسة التاريخ، يعني يمكن أن نستغلها في دراسة التاريخ واكتشاف المعرفة التاريخية. إذن باختصار هذه هي الخلاصة التي يمكن أن نستخلصها من خلال التعامل مع الوثائق التاريخية المكتوبة. إذن سنمر الآن إلى التطبيق، سنطبق هذه المعارف على هذه الوثيقة. إذن كما تلاحظون أمامنا وثيقة 11 يناير 1944. هذه الوثيقة هي وثيقة مشهورة تؤرخ لحدث المطالبة بالاستقلال، بطبيعة الحال باستقلال المغرب، وكلكم تعرفون أن المغرب يحتفل دائما بهذا الحدث، حيث أن يوم 11 يناير هو يوم عطلة، ويعتز المغرب بهذه الوثيقة وبهذا اليوم التاريخي الذي يؤرخ صدور هذه الوثيقة. إذن إذا أردنا أن نحدد هذه الوثيقة نوعها، فهي أولا وثيقة مكتوبة. متى تم استصدارها؟ نلاحظ أن تاريخ صدور هذه الوثيقة هو يوم 11 يناير 1944. ثم لماذا تم استصدار هذه الوثيقة، أو ما الهدف من صدورها؟ كما نلاحظ أنه بعد أن قدم الأشخاص الذين كتبوا هذه الوثيقة مجموعة من الحيثيات يقررون ما يلي. إذن أولا يطالبون باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد محمد بن يوسف. إذن لاحظوا أن الهدف هو المطالبة باستقلال المغرب، لأن المغرب آنذاك يعيش تحت الحماية الفرنسية، ويعني هؤلاء الأشخاص الذين وقعوا على الوثيقة وأغلبهم أشخاص وطنيون ينتمون لحزب الاستقلال وينتمون إلى يعني مجموعة من الأحزاب، فهم يطالبون، وهم أشخاص وطنيون مقاومون يطالبون فرنسا بالضبط بمنح المغرب استقلاله
الاستقلال التام. إذا هذه هي الوثيقة. المشكل الذي تريد الوثيقة هو مشكل الحماية التي كان يعيش فيها المغرب آنذاك، والهدف من إصدارها هو حل هذا المشكل. لذلك يطالبون، يعني الهدف منها هو مطالبة فرنسا باستقلال، بمنح المغرب استقلاله. إذا هنا يمكن أن نقول أننا طبقنا المعارف المرتبطة بالوثيقة المكتوبة على هذه الوثيقة المشهورة، بحيث أننا حددنا تاريخ صدورها والهدف من صدورها، ثم أصحابها وهم الذين وقعوا على الوثيقة. يعني كما تلاحظون أن في آخر الوثيقة هناك موقعون، وهم عدد كبير من الوطنيين الذين وقعوا على هذه الوثيقة. إذا هذا نموذج من نماذج الوثائق المكتوبة. نمر الآن إلى استثمار هذه المعارف. بالنسبة لأستثمر، أميز الوثيقة المكتوبة مما يلي. لدينا مجموعة من الوثائق. هناك النشحة المدنية. النشحة المدنية هو وثيقة مكتوبة، ويتضمن يعني معلومات عن الأسرة، يعني الأب والأم، كذلك الأبناء، تواريخ ازدياده، تواريخ يعني كذلك معلومات أخرى مرتبطة ب يعني جنسه إلى آخره. هناك معلومات، كذلك معلومات عن الأب، عن الأم، عن طريق الزواج، كل هذه الأمور توجد في النشحة المدنية وهي وثيقة مكتوبة. أما بالنسبة للاستجواب الإذاعي عن المسيرة الخضراء، فإننا نعلم أن الاستجواب الإذاعي هو وثيقة شفهية، ولكنها موثقة بطبيعة الحال، يتم تسجيلها، يتحدثون فيها عن المسيرة الخضراء، وبالتالي كل الكلام الذي يقال عنه في هذا الاستجواب فهو كلام يؤرخ لحدث تاريخي عرفه المغرب، ولكنها تختلف عن الوثيقة المكتوبة، لأن الوثيقة المكتوبة تكون وثيقة يعني ملموسة مكتوبة بطبيعة الحال. سجل مدرسة منذ إحداثها، كذلك سجل المدرسة هو وثيقة مكتوبة يؤرخ للمدرسة إحداثها، وكذلك المسجلون من التلاميذ منذ ذلك الوقت، وتضمن معلومات أساسية من هذه المعلومات. هناك الأسماء التلاميذ، تاريخ ازديادهم، تاريخ التحاق من المؤسسة، كذلك تم دروسهم إلى آخره، وأرقامهم، كل هذه معلومات تتضمنها سجل المدرسة منذ إحداثها. ثم أخيرا شهادة الجد لحافله عن ثورة الملك والشعب، وهي كذلك شهادة شفهية تختلف عن الوثائق المكتوبة. وأخيرا شريط وثائق عن زلزال أكادير سنة 1960، هذا حدث تاريخي كذلك عرفه المغرب، ولكنه عبارة عن شريط وثائقي، وبالتالي فهذا الشريط يعني يتضمن معلومات يمكن أن نستمع إليها، وكذلك بعض الصور، ولكن لا يعتبر، لا يندرج ضمن الوثائق المكتوبة. إذن هكذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن ألتقي بكم مرة أخرى. إلى اللقاء.